للبرايفت سيكتور انه تزيد الاعداد الكميات اللي بدها تجي واللي بتساعدنا بشكل او باخر بالطبقات المستهدفه او القطاعات المستهدفه. العنوان الاساسي انه نحن اليوم دوليا ما بيعود للمواطن خيار اللقاح. مش المواطن بيقول انا بدي سينوفارم او بيقول بدي استرازينيكا او بيقول بدي فايزر او بيقول بدي موديرنا. هو بيجي على الموعد وحسب الخطة الوطنية والكريتيريا اللي محطوطة بينتقوا اللقاح المناسب وبيعطوا للمواطن. مع الشيء مع احترامنا لكل المواطنين فيك تنقي، بس بدك تنقي بدك تنطر وفق الأولويات المحددة. يعني اليوم أنا إذا ما قدرت حصل سينوفارم أو أسترازينيكا وبدي أنطر لفايزر، بدي أنطر لعمري 50 سنة أو 48 أو 40 سنة، يمكن أضطر أنطر لشهر جون جولاي. أما وفق المتوفر وفق الخطة اللي هلأ لح أعلن عنها ممكن نحن نحصل اللقاح خلال أسبوع. وهون بدي أقول أنه نحن إجينا 50 ألف لقاح سينوفارم كوزارة صحة عامة، أو إجوا دونيشن للحكومة 10,000 تخصصوا لقيادة الجيش، مع احترامي لكل المهام لكل الأجهزة ومن ضمنه لقيادة الجيش. نعرف قديش أنه عرضة كلنا للإصابات، ولكن ضل عنا 40,000. عنا أسترازينيكا متوفر كمان للخطة بحدود 30,000، وعنا فايزر وفق الأعمار والفئات العمرية المستهدفة ما يتطلبه. يعني عنا رقم أي حدا لح يكون هو الفئة وفق التوصيف أو المعايير لفايزر هو اللقاح متوفر. شو اللي اتفقنا عليه واللي شفناه اليوم باللجنة العلمية صباحا، أنه كتير من الدول بما يخص أسترازينيكا، وخاصة أنه جزء من الحملة اللي هلأ نحن مستهدفين فيها الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة، لح يكون أسترازينيكا هو من اللقاحات المتوفرة. اليوم بلندن بريطانيا فوق 30 سنة في توصية باستمرار باستعمال أسترازينيكا. ما يقارب 39 مليون مواطن إنجليزي طلقوا لقاح أسترازينيكا، والتداعيات أو السايد افكت هي محدودة بعكس ما بيتسوق لأسباب نحن ما لنا خصة فيها، أكان سياسية أم اقتصادية أم تجارية أم غيره. في بعض الدول نصحت أو عندنا ريكومنديشن كان أنه يكون استعمال أسترازينيكا فوق 50 سنة، في منه فوق 55 سنة، من منطلق أنه الريسك والبنفت ريشيو من دولة لدولة اعتمدت معيار محدد. مشان هيك نحن كتوصية من اللجنة العلمية بوزارة الصحة العامة مع المرجعيات خاصة بالإنفكتشوال ديزيزز اللي عم بيشتغلوا معنا أنه يضلوا فوق 30 سنة. نحن ما نروح على أنه 50 و55 و60. أسترازينيكا ريكومندد لهلا فوق 30 سنة، هو سيف والكومبليكيشن تبعوله محدودة جدا. لا أعطي رقم، إذا نحن عم نحكي على الكلوتينج اللي عم بصير وكل نشرت هاي الداتا مبارحة وكل الناس طلعوا عليها، الريسك هو 4 بالمليون. بينما إذا حكينا عن السموكينج أو على الكونتراسيبتز أو حكينا عن نفس الانفكشن بكورونا 16.5% بوقت هي عم تعمل تجلطات، بوقت أنه الأسترازينيكا هو 0.004، يعني تقريبا عم نحكي على 4 بالمليون. إذن مشان هيك عم نقول فوائده من عدمه، قديش بيكون عندنا خطر أنه يكون يصير عندنا وفاة من الانفكشن من الكورونا، بوقت أنه قديش في خطر احتمال يصير عندنا كومبليكيشن للأسترازينيكا هو نسبة كتير ضئيلة. مشان هيك أول شيء بأسترازينيكا قرار اللجنة العلمية يكون استعماله توصية استعماله لفوق 30 سنة. تحت 30 سنة وفق المتوفر هو من السينوفارم، يعني اللي عندنا من الكمية 40,000 اللي بقوا للأجهزة والقطاعات المدنية والإدارات والمؤسسات العامة تحت 30 سنة لحا نخصصهم على سينوفارم. فوق 55 مع كوموربيديتيز، وممكن هذا الرقم ننزله ل 50 سنة، بس هي بدها توصية بعد أسبوع أو أسبوعين خاصة للأجهزة، لأنه منعرف أنه لل 54 سنة أو 58 سنة سن التقاعد، وبالتالي لحتى نكون كمان عم نعطي حق الأجهزة بفايزر، مش عم بحكي عن المتقاعدين اللي رح ياخذوا دورهم وفق الخطة
والمسجلين على المنصة وبيمشوا مثل أي مواطن لبناني، يمكن ننزل 50 سنة لحتى كمان نستهدفهم بفترة زمنية أقصر. بدي أنهي لأقول أنه المعطيات والمؤشرات الإيجابية من حملة التلقيح هي جيدة، والبوزيتيفيتي ريت عنا والانسيدنس ريت نزل، كان عنا البوزيتيفيتي ريت 21% تقريبا من شهر ونص، نحن اليوم عنا والحمد لله 15%، وهذا رقم ترافق مع حملة التلقيح، مع تشديدنا على كل المواطنين الكرام ومن خلال الأجهزة والإدارات والمؤسسات العامة أن نلتزم الإجراءات الوقائية، لأن هذا الرقم 15% هو البوزيتيفيتي ريت، هو رقم مبشر، هذا رقم جيد وممكن نبني عليه من خلال حملة التلقيح وتشجيعها وتغطيتها إعلاميا، ممكن نحن دعاة للناس لحتى يتسجلوا على المنصة ويتلقحوا، ممكن بعد نشتغل على تنزيل هذا الرقم، سيما أنه مع الشيء لحم الرئة ولازم نعرف كلنا سوا. واحدة من التحديات اللي عم بيعيشها اليوم الوطن هي اللي عانيناها منها بتموز 2020، كان واجب علينا اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا أنه نفتح البلد ونفتح المطارات، وإجانا كتير حالات إيجابية شكلت بشكل أو بآخر عامل من عوامل انتشار هذا الفيروس. اليوم عم نعيش نفس التحدي، بالصيف بده يجوا المغتربين، بده يجوا أهلنا، بده يجوا أحبابنا، ولكن عم بيجيبوا معاهم فيروس ممكن يكونوا هني عارفين أو مش عارفين، وهذا تحدي تاني. مشان هيك من هون لتموز لازم قد ما فينا نشجع الناس على التسجيل على المنصة. المسجلين لهلأ 1,100,000، ونحن برجع بقول، قلت هذا الرقم وبرجع بقوله، من هون لآخر حزيران لح يكون عنا ما يقارب 1,300,000 دوز فايزر، وقدن 1,300,000 لازم يكون عنا أسترازينيكا، وبالتالي كل المسجلين على المنصة لح يكونوا مغطيين بالإضافة للحمل اللي عم نعملها اليوم مع سينوفار. بدي أنهي لأقول أنه سلوكنا، التزامنا، تشجيع بعضنا البعض على الثقة بالخطة اللي حطتها اللجنة الوطنية واللي عم تتبعها اللجنة التنفيذية واللي نحن مبنية على معطيات اللجنة منظمة الصحة العالمية واللجان العلمية المختصة بالعالم، هي لتحمي المجتمعات. أي لقاح بيجي على لبنان هو معتمد من منظمة الصحة العالمية، ما منقدر بشطارتنا اللبنانية نحن نقعد نعمل مفاضلة ومخايرة بين واحد وتاني. خلينا ثقتنا بهالمرجعيات الدولية الطبية والصحية العالمية ثقة بمحلها، ونكون فعلا نحن عم نحصن مجتمعنا. بدي أعطي الكلمة لزميلتي معالي وزيرة الإعلام، وبدي أرجع حييكم على مشاركتكم وعلى جهودكم، وخص هون أنه نحن الحملة اللي تنطلق نهار التنين الجاي بالنسبة للأجهزة ولموظفي القطاع العام إدارات ومؤسسات، لها بمبادرة مشكورة بروفيسور أيوب رئيس الجامعة اللبنانية، مركز متخصص بمركز الجامعة بالحدث، وهلأ كمان نحن بنعطيه كلمة تفصيلية عن ذلك. فضل. شكرا على استضافتنا كمان بهذا المؤتمر. أنا هون عندي رسالة عامة ولكل المجتمع، وعندي رسالة خاصة للإعلاميين بحكم أكيد رعايتنا لهذا القطاع. رسالة العامة إنه بكرة إن شاء الله ببداية شهر رمضان الكريم، وش أكيد هو شهر التسامح والمحبة، وللأسف بيتزامن مع ذكرى أليمة بالنسبة لنا، هي ذكرى الحرب الأهلية، على أمل إنه يكون بداية هذا الشهر هي نهاية لكل الأزمات اللي عم نمرق فيها. وهون نحن بنقول إنه عادة بأي مناسبة بلبنان بتعرفوا بصير في كتير اختلاط، وبصير في كتير كمان مناسبات واجتماعية وتقارب، وبتعرفوا إنه بالنسبة لكورونا أي مضاعفات بتبلش تظهر من 6 أسابيع لعشر أسابيع، يعني من شهر ونص لشهرين ونص، يعني أي تحركات هلا سواء على عيد الفطر، على عيد الفصح، على